دلوقتي محمد مولى واحمد رمزي واحدة من الفيديوهات اللي عملوها جابوا سيرتي. انا كنت خايف اليوم ده. دي وقت الحساب. جابوا سيرتي. السلام عليكم، ازيك يا اماني؟ لا ايدي على قلبي يا اماني، ايدي على قلبي. ما منى الشاذلي قالت، منى الشاذلي قالت النتيجة الظهر. ما انا مكلمة يا اماني، مكلمة باشمهندس غندور جوز ليليانا، قال لي ليه حد في الكنترول. لا دي بسملة قطع اكل يعني، بقالها اسبوع عايشة على الاندومي. ما انا بقول لها يا اماني، بقول لها هنعمل ايه يعني لما نخش في الحاله دي، هنعمل ايه؟ احنا متقبلين اي حاجه، واي حاجه تيجي كويسه. انت اجتهدتي. بقول لها يا استني يا اماني، ده باشمهندس غندور، ده باشمهندس غندور. كنت كل يوم باجي ماشي من بني سويف عشان اقول جمله في مسرحيه. كنت بنام في علبه التونه، واما كنت بجوع ما كنتش بلاقي اكل، كنت باكل شعر رجلي. مره وانا صغير كنت قاعد في الفصل، كنت في رابعه ابتدائي، والمدرسه قفلت كل الشبابيك، فجاه نور الشمس جاي على وشي انا بس، حسيت ان انا هبقى نجم، وحسيت ان دي اشاره. مره ماشي في الشارع وعمال اعيط وقلت خلاص انا هبطل تمثيل، لقيت راجل عجوز وقفني وقال لي انت هتبقى نجم، اختفى فجاه، فحسيت ان دي اشاره. مره كنت راكب ميكروباص ففجاه وقف، فحسيت ان دي اشاره. كنت جعان قوي ومش معايا فلوس، سرقت كيس اندومي من السوبر ماركت وكلته، فتعبت وكنت هموت، بس الحمد لله ان الفنان الحقيقي ما بيموتش. الحقيقه يعني ما انا راجل ما بموتش. كان نفسي جوز اختي يبقى موجود معانا، بس للاسف اختي مش متجوزه. اختي مش متجوزه. يا عز الناس بجد. رحلة المعاناة ده كان قبل حصل وما حصلش. رحلة معاناة قوية جدا. انا كنت بتخيل ان انا هاجي بجد عايز بقى قصص مأساوية وعيط بقى بس كنت ساعات بحس اني مش هنفع في الموضوع، لان بحس ايه انا من القاهره وبتاع ومش جاي من حته مفيش قصه معاناه، مفيش حاجه خالص يعني. الموضوع ما شاء الله يعني، الحمد لله ربنا بيكرم والدنيا ماشيه كويسه. الحمد لله. فتخيلت بقى ان انا كاني عايش معاناه وبتاع وبحس ان المفروض اعيط. بس يعني بص براحتك على الاخر.